صباحكم مسك، صباحكم عنبر، صباحكم ربح ورزق إن شاء الله. يكون يوم موفق خصيصا لأصحاب البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يقدركم وتجيبوه كامل إن شاء الله. صبحتكم بالورد وصبحتكم بالزهى والبهى. اليوم ما نوضش بزاف بكري باسك الليله كومبلي هي الشتاء جوغ، والصباح تاني كانت شتاء، اجواء كلها تاع النوم. وتانيك ميراي رقدت غير مع الصباح، سي بوغ سا اللي قلت نوض في غردي ونشرب قهوتي من بعد نروح معاكم للماركات. أميرتي السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر تكونوا ملاح. انا هذا ونطليت عليكم، سمحوا لي. كيما قلت لكم كانت ميراي راقده، ومن بعد غير نهضت قلت نبروفيتي لوكازيون باش نخرج نروح نقضي. وما فهمتش بيان صباح هي تغني. هاكي تغني بنتي. ها قولي لهم، ها لا شباط لا والو، سي بون ماما. درت لها حبه ليه كوجلي، قلت ما باليش واش كاين واش ما كاش. المهم اذا كانش ما كاين ندوز تما الكلينيك تاع خو راجل ختو باش نبدل لها ايتو، ما على باليش. انا بس كاني رايحه الماركات لبست هكا البنات خفيف ظريف، الهوا شويه راهو مغيم برا، مي هاد البول جاي شويه قطينه هكذا يعني سخون. فوالا، هيا هيا نروحو بدون اطاله كلام باش العروسه تاعي تحبس لغنا. فوالا. البنات راني خرجت، الحاله راهي كما يقولوا الاتراك مسك كيبي، راهي الحاله مثل المسك، رائحه المسك. ومي الحاله راهي مغيمه كما راكم تشوفوا، الحاله راهي مغيمه. ان شاء الله ما تصبش الشتاء. وانت كديت معايا باغابلوي، قلت اون سي جامي لا صبت الشتاء او ما نسلكوا روحنا شويه. هيا نوريلكم ميرو، ميرو سامبريرو. لا هاي العروسه في الكروسه. يوي 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 يوي. البنات هي بدات ترعد، ضربت واحد الرعده دوكا، كنت حكمنا تزرزقنا. قولي بنتي كنت حكمنا هذيك الشتاء البارح تشوفوا خيط من السماء، الفيضانات دارت حاله. ايما ان شاء الله ما تحكمنيش الشتاء يا ربي. عميراتي كملت القضية نتاعي كما شفتو. من بعد جوست قدام جيت راح نطلع في السيرفيس تاع الماركت ميغروس، هادي عندها لي سيرفيس تاعها يوصلوك للدار. ابخي شفت قدامها واحد البيتزيريا وانا عندي شحال وانا متشهية البيتزا. مالغري تو البيتزا تاعهم ماشي كامل كيما تاعنا وماشي كامل بنينة كيما تاعنا، مي قلت معليش مادام شغل لاصقة في الماركت قلت هكذا باش ما نطولش. دخلت انا وميراي واني نسنى، درت لا كوموند تاعي راني نسنى، ومام طون راني نشوف منها في السيرفيس باش كي يجي ديريكتومون نروح. هي ماهيش بعيده على داري، يعني ربي واحد 6 دقائق ولا كي نروح بلا بوسات، مي راهو الريح شويه والقضيان ثقيل، ما نقدرش نشد لا بوسات ونشد القضيان. هذه هي.
بيتزا. بنتي تاكل بيتزا بيتزا. بنتي تاكل بيتزا بيتزا. ودوكا جات البيتزا تاعهم لي ماشي كامل بنينه كيما تاعنا، تبان لكم هكا بنينه مي هي ماشي كامل كيما بيتزتنا مع الاسف. ما معليش. اني رجعت للدار البنات. نبدا ديريكت مامي راهي راكده دير لها ديريكتومون دير لها الكورجيت. اليوم راح تبدا تاكل كورجيت. كيما شفتوا البنات كنتوا تقولوا لي تبداي لها بالخضرايتو، على بالي نبدا لها بالخضره. الياوغت هذاك اللي كنت ناكلو لها ماشي ياوغت فيه الحلاوه، هذاك ياوغت ماتشور، يعني شغل كيما الجبن هكا يقولوا ياوغت ماتشور. لازم نبداو به هنايا شغل حق لي بيدياتر هنا هكذا يقولوا تاع لا تركي، نبداو لها به 3 جوغ، يعني كل اكله تبداي بها 3 ايام باش تشوفي اسكو عندها الالرجي ولا ما عندهاش منها. الحمد لله انا كملت لها 3 ايام تاع اليوغت ماتشور هذاك ما عندهاش الحمد لله. زدت كي وكلت لها 3 ايام تاع الجزر تانيك ما عندهاش، دوك اليوم راح نسيي لها الكورجيت. فوالا شريت الزروديه وشريت الكورجيت الجدد هكا نشري كل خطره، يعني كل 2 جوغ 3 جوغ نشريهم جدد ما نشريش بزاف. كيما الكورجيت شريت غير 3 حبات برك. فوالا دوك نغسلها بيان، ندير لها قبل ما تنوض. وراح ندير معاكم ثاني اليوم البنات واحد الكادو بزاف خفيف، على بالي يحبوه الاولاد تاعكم بالسيترون، وميم طون على بالي ثاني نتوما ثاني يعجبكم مع هذا الصيف وكل حاجه تاع السيترون كامل نحبوها. وندير معاكم واحد الماسك. فوالا دوك نكمل البنتي ندير لها الخضيره تاعها، وراني نديرها لها ساك يعني ما نديرها فيه والو الخضره لا ملح لا والو، نديرها غير شويه زيت الزيتونه. فوالا البارح الحمد لله صافا، البارح اللي بدات زعما شغل تستبن هاك شويه في الماكله من اليامات اللي فاتوا زوج معارف ثلاثه ما تكملهمش، بارح صافا كلات. او نخلي لها الوجبه تاعها نقسمها لها على دوجوغ، عفوا ماشي دوجوغ يعني على زوج وقات، يعني تاكل بعد ترقد بعد كي تنوض تزيد ناكلها شويه. ونغليها بالماء تاع سعيده كما يقولوا الماء جاهز. نديرها لها ثاني ليكيد بزاف، يعني ما نديرها لهاش ما نديرها لها. رجعت ليكم. سمحوا لي بزاف 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 بزاف، وعدتكم باش ندير معاكم دوكا لي سابلي ولا الكعكات هذوك تاع لي بسيترون. والله غالب هاني حسب لي لينيرجي شويه كشغل هبطوا لي لينيرجي بسك عييت، على بالكم ماشي ساهل باش والله تقضيو مع بيبي. صدقوني يدي هذه راهي توجع، علاش كشغل فورسيت عليها بزاف هذاك القضيان، ومام كي كنت حنطلع البوسات في هذيك في هذاك السيرفيس اللي جبنا ما حبش يعاوني شوفور، حتى عاونتني وحده مسكينه كانت لداخل كتر خيرها ربي يحفظها. جوستمون هذه هي العقليه تاع الاتراك بزاف 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 ما يديروش شغل ما يديروش فوق خدمتهم. باغ اكزومبل انا نسوق
انا نسوق، انا شوفور، ما دخلنيش فيك. جوغ ما تحبي تطلعي تهبطي، الله يسهل، انا شوفور نقعد تطلعي انت وقضي، انا كنوصلك. هذا مكان شغل والله فرصيت روحي، وكيما شفتو جيت ديريكتومون ديزانفيكتي كامل الحاله، لا بوسيت تاعها ثاني زيدي نحي لها الروادي ديزانفيكتيهم. المهم حكايه سي بور سا لي انايا الكاطو، اي كاطو يا لو كان سابلي ولا لو كان كما نقولوا كيك في الفور، كون ما تكونش عندي القانه وما يكونش عندي الخاطر والله ما نقدر نديرهم، بس ما يخرجوليش. فوالا بيسك على بالكم الحلوه حاجه حساسه بزاف والله، ما لقيت تكون سامبل. مي كيما وعدتكم راح ندير معكم الماسك، واحد الماسك خيالي البنات، ديروه ما راحش تندموا عليه، وخلوا لي في لي كومونتير كي ديروه وشوفوا كيفاش يرجع لكم البشره تاعكم. انا عندي بزاف ما تواسيش البشره تاعي كيما راكم تشوفوا فيها، مانيش مماكيه كامل، ها هم كيما راكم تشوفوا درت غير شويه ماسكارا شويه هذاك زعما خداع المؤمنين، مي هنا ماني ما كنت دايره والو غير ايكرون توتال، ومسحتها كامل بالقطن والماء. نروح نطفيها الميراي باسكو راح تتصدعوا. ما حبتش كي جيت نطفيها لا بدات تخبط هكا بيديها برجليها عفوا. المهم روحوا ديريكتومون بدون اطاله البنات، باسكو علاش حبيت ندير معاكم هاد لو ماسك وما درتش معاكم ثاني كي كاطو، باسكو من بعد نروح ندوش الميراي ندير لها المساج تاعها، ندير لها المساج الله الله بزيت الزيتون، انا ما ندير لها لا بكريم لا بزيت البيبي لا والو، زيت الزيتون ندير لها به المساج وندوشها ونزيد ندوش روحي شغل اوما باش نخلي شويه لينيرجي. هاد الماسك البنات ديروه مور قبل، يعني مور ما تدوشوا تكون بشرتكم نظيفه. انا يا برك باش هكا ما نطولش عليكم نديرو دوكا. شوفوا هنايا عندي في هاد الصغيره هادي عندي واحد قولوا واحد هكا تلت مغارف تاع ما صغار، واش راح نزيدو لهم؟ راح نزيدو لهم خميره الخبز، خميره الخبز البنات. هاد لو ماسك البنات يفعل الكولاجين، يشد البشره ويغلق المسامات، وتقدروا ديروه دو فوا في النهار، معليش مده يعني شهر وانتم ديروا فيه نورمال. غراف 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 هايل، شوفوا ما بارد ما نورمال، يعني من العين كيما نقولوا ذوبوا مليح. هاي ميراي دوك تجي واحد اخرى راني حافظه تاع لازم نطفيها بس كما كنتش ما كنتش حنسمح، سمحي لي بنتي دوك نكمل مع طاطا وادك ونواسيلك. المهم البنات قلت لكم شوفوا ذوبوا كامل هذيك الخميره في هذاك الماء، فوالا ذوبوه كامل ماشي هكا البنات ذوبتوا الله الله كيما نقولوا تمتم يذوب ما ياخذش كامل معاكم. المكون الثالث اللي هو سهل جدا موجود جدا هو بياض البيض البنات، بياض البيض. انا هنايا كي نستعمل السفار ابنتي كي نستعمل السفار دائما نخبي البياض ندير به لي ماسك، باسكو البياض هايل. او كترت 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 معليش. المهم دوكا البنات زيديو له شويه قيس تانيك زوج مغارف، شوفوا زوج مغارف ما زوج مغارف خميره تاع هادو الصغاره وزوج مغارف بياض البيض، دوكا ندمجهم مليح مليح حتى يولوا مدموجين مع بعضهم ونابليكيوهم في البشره. البنات نتحصلوا على هاد القوام كريمي الله الله، دوكا نروحوا نابليكيوه كامل على البشره. وحنا بعد ما ينشف تماما لو ماسك تاعكم تروحوا تغسلوه ان شاء الله. الله تحسوها يا البنات واش نحكي لكم، غسلت وجهي كيما راكم تشوفوا. هاد الماسك على بالي راح تدعيوا لي اللي دير هاد لو ماسك وداوم عليه وتشوف النتيجه تاعو، اي ما تنرفت بنتي راح تدعي لي وتقول لي يا زهو كتر خيرك كراف هاد لو ماسك بيان. معلومه برك نمدها لكم البنات، اللي عندها وجهها مزيت كامل مزيت دير قطرات تاع سيترون تاع القارص
تقطر فيه شويه قارص، اللي وجهها نورمال تقدر تقطر فيه شويه مالورد، اللي عندها لا بو سونسيبل ما دير فيه والو، اللي عندها لا بو مختلطه تقدر دير شويه قطرات قارص كيما تقدروا، كيما انا اليوم درتو بلا والو، درتو غير الماء والخميره وبياض البيض. فوالا هاني جايه بنتي، خلاص خلاص خلاص. المهم البنات هذه هي، دوك انا نروح نلتهب بنتي ونكونوا هكذا لحقنا الى اخر الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، سورتو هذا الماسك البنات داوموا عليه، قلت لكم صباح وعشيه صباح وعشيه، مادام رانا في الصيف فاكونس قاعدين في الدار نحتموا شويه بالبشره تاعنا. المهم بنات ما نطولش عليكم، تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله غدوه باذن الرحمن، راح ندير لكم هذيك الكرابيه تاع السيترون. تهلاو في روحكم.